هل يقمع فيسبوك وإنستغرام فعلا المستخدمين؟ منذ اشتعال حرب غزة ندد كثيرون بما سموه قمع المحتوى الداعم للفلسطينيين، ويشتكي هؤلاء مما يسمى بحظر الظل الذي يشير إلى إجراءات تقلل ظهور أو تخفي المنشورات أمام المتابعين عندما يكون محتواها مخالفا للإرشادات. ذكر مستخدمون أن الستوريز المتعلقة بغزة حظيت بمشاهدات أقل من غيرها. مدير الاتصالات في متى أندستون قال إنه تم اكتشاف خطأ يحد كثيرا من انتشار الستوريز وغيرها من المحتوى، وأضاف أن الخطأ أثر على الحسابات بالتساوي حول العالم وليس له علاقة بموضوع المحتوى. سبق أن واجهت منصات متى اتهامات بالانحياز ضد الداعمين للقضية الفلسطينية. في حرب غزة 2021 اتهمت هيومن رايتس ووتش انستغرام بإزالة فيديوهات وصور وتعليقات بشأن الأزمة، وردت المنصة حينها بأنها أزالت منشورات لاحتوائها على خطاب كراهية، لكن الشكاوى حينها دفعت متى لإجراء مراجعة مستقلة بشأن إشرافها على المحتوى المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتلك السنة.